ختام مباريات الجولة 15 استضاف الباطن فريق نادي العين في حفر الباطن. بدأ الفريق العيناوي التهديد في أول 10 دقائق وكرة ملعوبة إلى داخل منطقة العمليات والحارس يتصدى للكرة. يواصل العين خطورته وكرة ثابتة من جيترسون والحارس مرة أخرى يتصدى لها. الباطن يحاول أن يسجل الهدف الأول وكرة عرضية من الجهة اليسرى ولكن مرت بسلام على مرمى الضيوف. كرة لفابيو إبرو ينطلق بها ويلعبها عرضية تصطدم بيد المدافع ليحتسبها ترك الخضير ركلة جزاء للباطن. تقدم لها المهاجم إبرو ويسددها وأمين بخاري يمنع الهدف الأول لأصحاب الأرض. شوط ثاني بدأت فيه رغبة الباطن بالتسجيل، ومن كرة ثابتة استطاع الباطن التسجيل بخطأ من المدافع هدف أول للباطن. الباطن اول يتقدم به الباطن على الرين. واصل الباطن خطورته وكرة مرتدة تصل لصالح آل عباس يلعبها عرضية ومرة أخرى بأقدام المدافع يضعها في شباك فريقه هدف ثاني للباطن، والفار يتدخل ويلغي الهدف. لا زالت رغبة لاعبي الباطن بالتسجيل وفرصة لفابيو إبرو يترجمها في شباك العين هدف ثاني للباطن. جول 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 يا عيني يا عيني. في الوقت بدأ الضاع فاول للعين، يتقدم لها خوان بابلو ويسددها في مدافع الباطن ليتغير اتجاهها وتسكن شباك الباطن هدف أول للعين. عيناوي أتى متأخرا للعين هدف متأخر خوافي. لتحضر صافرة النهاية وينتهي اللقاء بانتصار الباطن بهدفين مقابل هدف ويصل للنقطة 16، بينما تجمد رصيد العين ب10 نقاط. وسيواجه الباطن في الجولة القادمة نادي الأهلي، والعين يلاقي الهلال في الجولة 16.